مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكراكرز او البسكوي الصحي، وده هيكون شكله. هنشوف مع بعض المقادير: كوباية دقيق الشوفان الحبة الكاملة، تلت كوباية بذور الشيا، تلت كوباية سمسم اسود ده لو متوفر، تلت كوباية سمسم، تلت كوباية بذور الكتان، تلت كوباية بذور القرع او البامكن سيد او اللب الابيض، تلت كوباية بذور عباد الشمس او سانفلاور سيد او اللب السوري، معلقتين كبار بذر الكتان مطحون، ربع معلقة ملح، معلقتين زيت زيتون وده حسب الرغبة، كوباية ونص مية دافية. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في بولة كبيرة هحط كل البذور، بذور القرع، بذرة الكتان، الشيا، السمسم، السمسم الأسود لو متوفر، بذرة عباد الشمس أو اللب السوري، دقيق الشوفان، معلقتين بذر الكتان المطحونين، الملح، وعليهم معلقتين زيت الزيتون، وقلبهم كويس. دلوقتي هحط عليهم المية الدافية. بعد ما قلبناها كويس هنغطيها بالبلاستيك راب وهنسيبها تقريبا من 45 دقيقة لساعة لغاية لما تبتدي تتماسك. بعد كده هنرجع نشوف هنكمل ازاي مع بعض. بعد تقريبا ساعة الا ربع ابتدت المقادير تتماسك زي ما احنا شايفين، بقت زي العجينة. محضرة معلقتين من زيت الخضروات عشان اعرف افردها. في صينية كبيرة عليها ورق زبدة هحط كل المقادير. هي بقت زي العجينة. هبل ايديا بشوية زيت وهبتدي افردها. السمك بتاعها احنا ممكن نتحكم فيه، لو عايزينها تبقى تخينه نحطها في صينيه اقل من دي، لو عايزينها تبقى رفيعه نحطها في صينيه كبيره. ممكن نفرد عليها بلاستيك راب ونحاول ان احنا نضغط عليها علشان تبقى متساويه كلها مع بعضها. بعد ما سويتها في الصينيه هدخلها دلوقتي في فرن البوتاجاز على درجه حراره 400 فرنهايت 10 دقائق لغايه لما تبتدي تتماسك عشان نقطعها، وبعد كده نشوف هنكمل ازاي مع بعض. بعد 10 دقايق من وجودها في الفرن طلعتها عشان نقطعها. بعد ما قطعتها هرجعها تاني في فرن البوتاجاز على نفس درجه الحراره 400 فرنهايت وهسيبها تقريبا من 15 ل 20 دقيقه لغايه لما تبتدي تحمر وشها وتبتدي تقرمش نطلعها. هنرجع نشوف هيبقى شكلها ازاي. بعد تقريبا 18 دقيقه زي ما احنا شايفين ابتدت تتماسك، وهنبتدي نقلب البسكوي علشان يطلع مقرمش وندخله الفرن تاني لمدة 10 دقايق. وده شكل الكراكرز او البسكوي الصحي. بعد ما قلبته قعد تقريبا 10 دقايق في الفرن، وبعد كده شلته من الفرن وسبته لما يبرد، وزي ما انتم شايفين بيبقى جميل جدا ومقرمش، بيبقى طعمه حلو قوي قوي. لو كسرنا واحدة مع بعض زي ما احنا شايفين بيبقى طعمه حلو ومشبع وصحي. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.